الطوارئ ويسمى أيضا قسم الحوادث خط الدفاع الأول للطب، ويلعب دور أساسي في نظام الرعاية الصحية في حياة المريض، حيث أن الدقائق الخمس الأولى هي حاسمة في حياته. ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر أولى أهمية مضاعفة لهذا القسم، حيث تقدم العناية الطارئة في ثلاثة أقسام استعجالية مزودة بأحدث المعدات الطبية وأفضلها لمباشرة الحالات الطارئة الجراحية وغير الجراحية طبقا للمعايير الدولية المعتمدة. وفي هذا المجال خلونا نشوف التقرير اللي عدته لنا الزميلة العزيزة معالي راضي. للسلامة عنوان هو شعار قسم الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الخبر، وهذا ما جعله ينال المستوى الثاني في التقييم من حيث الجاهزية والكفاءة، وهو ما يعد من أعلى التصنيفات المعتمدة على مستوى العالم بالقطاع الصحي. قسم الطوارئ يعتبر أكبر قسم طوارئ في المنطقة الشرقية، حيث أن الطاقة الاستيعابية فيه 55 سرير أو أكثر من 55 سرير، من أجل استقبال جميع المراجعين بكافة الأعمار، سواء كانوا كبار أو صغار أو ذكور أو إناث، بما في ذلك حالات النساء والولادة. فهذه الطاقة الاستيعابية الضخمة جدا تعتبر هي الأكبر المنطقة الشرقية وتعتبر فريدة من نوعها. يتلقى المريض الرعاية الصحية بشكل مباشر وسريع للحالات الحرجة في غضون دقائق قليلة فقط من الوصول، كما أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تلعب دورا أساسيا في سرعة ونجاح العناية الطارئة وإنقاذ المرضى، حيث يتكون المستشفى من ثلاث وحدات متخصصة، وهي وحدة الطوارئ للبالغين، ووحدة الطوارئ لطب الأطفال، ووحدة الطوارئ لأمراض النساء والولادة. وكل قسم مزود بطاقم متخصص من الأطباء والممرضين. يميز قسم الطوارئ الحاجة جدا مميزة، هي توفر استشاريين على مدى كل أيام الأسبوع على مدار الساعة. يعني لو أحد جاء للطوارئ في منتصف الليل فهو على يقين تام أن الطبيب اللي راح يشرف على حالته مباشرة هو استشاري بكفاءة عالية جدا. ففي كل لحظة هناك فريقين طبيين، فريق طبي لطوارئ الأطفال وفريق طبي لطوارئ الكبار، كلا الفريقين يرأسها استشاريين بكفاءات عالية. فهذا ما يميز مستشفى الدكتور سليمان الحبيب قسم الطوارئ تحديدا. جميع غرف الطوارئ واسعة لتستوعب المريض ومرافقيه، كما أنها معزولة بأبواب زجاجية لتوفير أعلى مستوى من الهدوء والخصوصية. زولت الغرف بأجهزة تنبيه، حيث تمكن المريض أو المرافقين له من طلب الطاقم الطبي في أي لحظة وبشكل عاجل. عمل وقت يهاجس كل مراجع يراجع الطوارئ. كثير المراجعين يخاف أنه ينتظر في الطوارئ 6-7-8 ساعات من أجل أن يعني في الأخير يقول أنا بتنوم ولا بأطلع ولا بره. عندنا هنا الحمد لله إحنا الحد الأقصى هو الأربع ساعات، يعني المفروض أن خلال ساعتين الاستشاري اتخذ قرار، والساعتين الثانية المريض له خيارين، يعني يتنوم أو أنه يذهب إلى بيته السليم وشافه معافى. ويتضمن القسم أيضا نظاما يوميا لتعقب سيارات الإسعاف والتواصل تلقائيا مع الوحدات التابعة للهلال الأحمر لتسهيل استقبال المرضى من مستشفيات الأخرى. مركز التحكم والطوارئ وأيضا مركز إدارة الكوارث، هذا مركز حديث وفريد من نوعه، قد يعتبر الأول من نوعه في المنطقة الشرقية. فكرته أنه ترتبط المستشفيات المحيطة بنظام أو كنترول معين، في حال لو سمح الله لو لا سمح الله حدث أي حادث أو أي كارثة حصلت، فهذه الغرفة تعتبر مثل مركز التحكم من أجل التواصل مع المستشفيات أو حتى أماكن مباشرة الحالات هذه، مجهزة بأحدث التقنيات من ناحية الاتصالات، من ناحية الفيديو، من ناحية الصوتيات، إلى أبعد من ذلك. هذا القسم هو الأول من نوعه بالمنطقة الشرقية من حيث الجاهزية والتقنية والجودة، وهو ما يعد نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمملكة. لبرنامج صباح الخير يا عرب، معالي راضي، الخبر.